وصفتها صحيفة نيويورك تايمز ذات يوم بأنها شركة ذات السمعة الذهبية بين المصرفيين في نيويورك. فكيف تمكنت شركة صغيرة ولدت في الخليج من أن تصبح إمبراطورية مالية عالمية تثير إعجاب أشهر المدراء التنفيذيين وأهم وسائل الإعلام العالمية؟ إذا لم تكن سمعت عن إنفست كورب، فمن المؤكد أنك تعرف أسماء علاماتها الشهيرة. إنها شركة امتلكت وأدارت أصولاً في أكثر من 150 مجالاً، تتنوع بين مجوهرات تيفني أند كو والعلامة التجارية الشهيرة جوتشي وساعات إيبل السويسرية إلى محطات خدمة الطرق السريعة. كما انتزعت إنفست كورب العلامات التجارية الأمريكية اللامعة مثل كارفيل آيس كريم ومتاجر بيبلز وغيرها الكثير. لكن هل تعلم كيف انطلقت هذه الشركة من الخليج لتصبح إمبراطورية اقتصادية عالمية؟ الفكرة اللامعة. في سبعينيات القرن الماضي كانت منطقة الخليج تعيش فترة طفرة نفطية لا مثيل لها، حيث بلغت أسعار النفط ذروة قياسية. حينها لاحظ مؤسس الشركة العراقي نمير قيردار وجود الكثير من المستثمرين الذين يمتلكون سيولة كبيرة ويبحثون عن منافذ استثمار آمنة وموثوقة. كان نمير ذكيا، فالمنطقة بحاجة ماسة إلى مؤسسة محترفة تستقطب كفاءات عالية وتستطيع لعب دور الوسيط الموثوق بين الشركات الغربية الواعدة التي تحتاج إلى سيولة وقتية والمستثمر الخليجي الباحث عن منافذ استثمارية جيدة في أسواق آمنة. ومن هنا جاءت الفكرة، وفي ظل الثروة الهائلة التي أحدثتها الطفرة النفطية بدأت تنمو بذور فكرة تأسيس إنفست كورب، وكان هدفها أن تكون بمثابة جسر يربط مستثمري الخليج العربي بالأصول الدولية الجذابة في شتى المجالات. تأسست إنفست كورب عام 1982 في البحرين كشركة متخصصة في تقديم الاستثمارات العالمية بدعم من رجال أعمال وأثرياء في منطقة الخليج. بدأت الشركة ببضع ملايين من الدولارات، لكن قيمة استثماراتها بلغت نهاية يونيو 2020 أكثر من 32 مليار دولار. نجاحات رغم الأزمات. مرت إنفست كورب بأوقات عصيبة مع تراجع أسعار النفط، بداية من حرب إيران ثم غزو الكويت والأزمة العالمية المدمرة عام 2008، لكنها لم تتأثر لأنها بدأت بقاعدة صغيرة في سوق كبير، وبدأت الاستحواذ شيئا فشيئا في وقت كانت حصة اللاعبين الدوليين تتراجع نسبيا. واظبت إنفست كورب على منح مساهميها أرباحا تصل نحو 15% من رأس المال الذي استثمروه في الشركة. ومع تقدمه في السن استقال قيردار من منصبه التنفيذي في الشركة عام 2015، واستمر في العمل رئيسا لمجلس الإدارة حتى تقاعد كليا عام 2017. ورغم أن اسم إنفست كورب ارتبط بقيردار طيلة 3 عقود، إلا أنها في النهاية أثبتت قدرتها على الانطلاق من جديد بأياد خليجية هذه المرة. قيادة جديدة. محمد العارضي هو أصغر قائد لسلاح الجو العماني في تاريخ السلطنة، تقاعد من منصبه بعد 10 سنوات من النجاح الاستثنائي، وكان لا يزال في مطلع الأربعينيات ليعود إلى صفوف الدراسة طالبا في كلية جون إف كينيدي بجامعة هارفارد، حيث حصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة. أعجب نمير قيردار بمثابرة العارضي وقصة عودته إلى صفوف الدراسة، وعرض عليه الانضمام إلى مجلس الإدارة. وفي العام 2014 قرر المؤسس التاريخي لإنفست كورب التقاعد. ترقبت الأسواق طويلاً لمعرفة الاسم الذي سيخلفه، لكن بيان قيردار كان حاسماً. تم وضع خطة انتقال القيادة التنفيذية بما يؤمن أعلى درجة من الاستمرارية والمحافظة في الوقت ذاته على الثقة العربية والعالمية لمواصلة الإبداع والتجدد المستمر وتحقيق الأرباح. قبل مجلس الإدارة توصية نمير قيردار بتعيين محمد العارضي عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي كرئيس مجلس إدارة تنفيذي خلفا له. كان التحدي كبيرا، غير أن خطة العارضي كانت واضحة منذ البداية، فقد عمل على استكمال مسيرة الشركة على الساحة العالمية وتعزيز تنوع استثمارها وزيادة قدرتها على تحقيق عوائد ثابتة ومستقرة على المدى الطويل. حمل العارض المسؤولية على عاتقه، وسرعان ما بدأت الشركة تحت قيادته تحقق النجاحات اللافتة في سنوات قليلة، لتقفز استثمارات الشركة تحت إدارته ب3 أضعاف من 10.8 مليار دولار إلى حوالي 31 مليار دولار نهاية عام 2019.
غيب الموت نمير قيردار في يونيو عام 2020، وبقيت انفست كورب مزدهرة تتوسع في استثماراتها عبر العالم. كان نمير قيردار يقول إن هدفه ليس جمع المال وإنما تأسيس شركة تبقى وتستمر، لكن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقول إنه تمكن من تحقيق الأمرين، فقد بقيت الشركة وجمعت المال، الكثير من المال.